طبعا جمعيه عبد الصمد الكوفاوي بنت على ايش؟ ليس المره الاولى التي تنظم مراجعا، فهي المره الثامنه كما اسلفت الذكر. هذا ان دل على شيء فانما يدل على الحنكه والخبره التي اكتسبتها في هذا المضمار. المهرجان الذي يتضمن الفقرات الثقافية والفنية والرياضية وكذلك الغنائية هي فقرات تجسد ما بين الثقافة المحلية والجهوية والوطنية وكذلك استضافتها للثقافة الدولية عبر دولة قطر ودولة أو جمهورية الصين العظيمة وكذلك حضور قوي لدول إفريقية بهذا المهرجان في هذه النسخة. طبعا في الشق الرياضي هناك مجالات كثيرة في الرياضة وأهمها الصيد بالسلوكي والرماية بالقنص أو بالبندقية. هذا الشيء كامل إن شاء الله سنراه في هذه الندوة عبر ممثلي جمعية عبد الصمد الكنفاوي من مكتبها وكذلك مسيري هذا المهرجان. سنفتتح هذه الجلسة بعرض أول وهو عرض كما سماه أو سمته شركة الإنتاج بيست أوف فيستيفال 2017، يعني أجمل ما داز في المهرجان ديال 2017 والنسخة السابعة. وبعد غادي نلتقوا بعرض حول سبوت او لقطه اشهاريه للمهرجان، لقطه مطوله الخاصه بالمواقع الالكترونيه ولقطه اخرى مصوره خاصه بالتلفازات. اذا فلنبدا على بركه الله.